الوقوف على هذه النقطة للرجوع إلى الخلف مرة أخرى. أول حاجة تشغلني في هذا الأمر هو ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد من ينطبق عليه القانون ومن لا ينطبق. وأنا أبني اعتراضي على أن بعض المسؤولين في دفاعهم عن هذا القانون باعتباره قانون جيد لم يترددوا في أن هم يخاطبوا موظفيهم ويقولوا لهم بس اطمنوا هذا القانون لن ينطبق عليكم. طب إذا كان القانون ده يعني أحسن قانون وأفضل شيء يحقق صالح الجميع ودي مصلحة للموظف، من باب أولى إن كل واحد يبقى مستعد أن يلتزم بيه في وزارته وفي مصلحته وفي هيئته. إذا مسألة الإحساس بهذا القانون مهما كان من جيد إذا كثرت استثناءاته هيتحول إلى شيء غير طبيعي ومدعاة ومصدر لظلم من نوع آخر. فمطلوب إن إحنا نفكر جيدا، قد يكون هناك فترة زمنية مطلوبة لتوفيق أوضاع بعض الجهات والهيئات، قد يكون في حاجات محتاجة إنها زي ما قلت يعني يتراعى فيها مدة زمنية، يتراعى فيها الأحكام الدقلية، لكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو أن يكون قانون موحد للخدمة العامة. هناك قوانين تكون نافذة بمجرد صدورها بطبيعة الحال، يعني امبارح صدر قانون بيخفض ضريبة الدخل على الشركات من 30% إلى 22.5%، ده قانون ينفذ بمجرد صدوره لأنه الإعلان له مش صعب. أنا بطبق نسبة ضريبية معينة على شركة، هغير الرقم في حساباتي بدل من 30 تتحول إلى 22 أو بدل ما كانت 25 تطلع على 40، ده تغيير في الرقم يسهل. لكن لما نيجي وأنا بتكلم على الضرائب برضه، لما نيجي نقول أن القانون هيعمل على توسيع نطاق دافعي الضرائب، ده مش نص قانون، ده تطبيق، ده إصلاح أساسي، ده شغل على الأرض، ده بناء إداري كامل مطلوب إن يكون موجود علشان هذا التغيير يتم. في قانون ينفذ بمجرد صدوره لأنه مش محتاج إعلان إداري أكتر، وفي قانون محتاج بناء. هذا القانون أكتر من أي قانون آخر محتاج هذا البناء الإداري، اللي أخشى إن تطبيق القانون فورا يكاد يرسل رسالة بإنه مش مهم تطبيقه حياتي بأي وسيلة، طالما إن إحنا تمسكنا والتزمنا بتطبيقه في موعد المقرر.